بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم اعزائي الساده المشاهدين ولا الحديث عن العقائد في الاسلام. تحدثنا في اللقاء السابق عن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وبوحدانيته سبحانه وتعالى نتحدث في هذا اللقاء عن حضرة الربوبية أي ربوبية الله عز وجل إذ أنه تبارك في علاه هو رب العالمين أي القائم على أمر الخلائق والعباد وعلى شؤونهم والمدبر لهم كل ما يتعلق ب رحله حياتهم في هذه الحياه من اقوات ومن ارزاق ومن اجال ومن احياء ومن اماته الى اخره. الحق عز وجل اشار الى حضره الربوبيه في ايات كثيره. عندما ننظر احبتي الكرام الى فاتحه الكتاب اي سوره الفاتحه. نجد بعد الحمد والثناء على الله الحمد لله نجد الاشاره الى حضره الربوبيه. أي ربوبية الله تعالى. فنقول الحمد لله رب العالمين إشارة إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى لجميع العباد والخلائق سبحانه وتعالى. الوصف بقى الرحمن الرحيم أي الذي كتب على نفسه تعالى الرحمة فهو الرحمن وهو الرحيم. مالك يوم الدين فهو الذي يملك الأمر يوم القيامة. اذ انه تبارك في علاه هو المحاسب وهو الذي يملك ان يعاقب وهو الذي يملك ان يعفو ويغفر ويرحم يوم الدين اي يوم القيامه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم ياتي بعد ذلك الاقرار بالعبوديه لله تعالى بقول العبد اياك نعبد واياك نستعين ثم طلب الاعانه والامداد من الله بعد اياك نعبد واياك نستعين طلب الهدايه من الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لما نتامل يا احباب في سوره الفاتحه في فاتحه الكتاب هنجد انها اشارت الى الالوهيه الى الاله الخالق الاعظم الواحد الاحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. الحمد لله اشاره للالوهيه. رب العالمين اشاره الى حضره الربوبيه. حضره الربوبيه هي حضره منسوبه الى الله عز وجل. جمع فيها سبحانه وتعالى بين حضرتين. حضره تسمى بحضره الاسماء الحسنى المشار اليها في قوله تعالى. ولله أي منسوبة إليه سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني دي الحضرة الأولى الكائنة في حضرة الربوبية اسمها حضرة الأسماء الحسنى وحضر والحضرة الثانية هي حضرة الصفات العليا لأن كل اسم الحق سبحانه وتعالى تسمى به عز وجل ونسبه إليه تعالى يحمل في باطنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يعني اسم الرحمن يحمل صفة الرحمة الإلهية العامة التي شملت كل الخلائق كل الخلق وعندما ننظر إلى اسمه تعالى الرحيم نجد صفة, صفة الرحمة الخاصة أي اللي هي الرحيمية الذي خص الله تعالى بها عباده المؤمنين يبقى في رحمه عامه من الله وكتب ربكم على نفسه الرحمه ده رحمه يعني لم يحرم منها كائن ما كان في هذا الكون بصفة صفه اصيله متاصله من صفات الله عز وجل خلي بالكم شملت جميع او اشتملت جميع الخلائق فما من كائن في الكون الا وهو له في هذه الصفه في صفه الرحمه الإلهيه ثم جعل سبحانه وتعالى صفه خاصه بعباده المؤمنين اسمها صفه الرحيميه عشان كده بسم الله الرحمن صفه عامه الرحيم دي صفه خاصه خلي بالكم لما ننظر الى تجليات الله وما اختص به الحق عز وجل سيدنا ومولانا رسول الله من هاتين الصفتين خلي بالكم يا احباب هنجد الحق اشار الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله هو رحمه الله للعالمين يعني ده المجلة اللي الحق سبحانه وتعالى جلاه حتى يظهر الرحمة الإلهية رحمته تعالى لجميع خلقه جلاها في شخص سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبقى دي الرحمه العامه اللي ربنا اشار اليها سبحانه وتعالى ان رسول الله ان رسول الله رحمه للعالمين لجميع الخلق رحمه يعني عامه يعني غير قاصره على المسلمين ولا المؤمنين ولا الادميين بل هو رحمه الله عليه الصلاه والسلام لجميع خلق الله يقول تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين دي الرحمه العامه انظروا بقى الى الرحمه الخاصه التي خص بها رسول الله وخص الله تعالى بها عباد الله المؤمنين يبقى المؤمنين لهم رحمه خاصه تسمى بالرحيميه يقول تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول تعالى في مطلع الآية: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم" أي على جميع خلق الله، لأنه عين الرحمة اليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم، ها بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا كل اسم نُسب إلى الله تعالى يحمل صفة من صفات الله عز وجل. وللعلم ان اسماء الله الله سبحانه وتعالى منها الاسماء الجماليه كلها جمال، ومنها الاسماء الكماليه كلها كمال مطلق، ومنها اسماء وصفات القهر والجلال. كل يعني الصفات سواء كانت جماليه منسوبه لله او كماليه منسوبه لله تعالى. او صفات جلاليه في صفه الجلال الالهي خلي بالكم ما من صفه من هذه الصفات الا وهي ممزوجه بالرحمه الالهيه اذ ان رحمه الله تعالى لا تفارق اي صفه من صفاته سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته